وفي إطار متابعة الاستعدادات النهائية للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المستشفى الميداني المجهز داخل نطاق المركز الدولي للمؤتمرات الذي سيشهد الفعاليات الرئيسية لهذا المؤتمر. وقد أكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف التأكد من جاهزية المستشفى الميداني للتأمين الطبي لمؤتمر تغير المناخ، نظرا لأهميته الشديدة في توفير الخدمات والرعاية الصحية للوفود المشاركة في المؤتمر.